مساكم الله بالخير متابعين الكرام واخواني الكرام. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وحلقه خاصه من برنامجنا الاسبوعي من احد رجال الاعمال واحد فرسان التغيير من مجموعه شركات سلطان. رحبوا معي لابناء الوطن الاستاذ جمال. بدايه اهلا وسهلا فيكم ونورنا وشرفتنا. الله يسلمك وانتم شرفتونا وحياكم الله. النور نورك طبعا اخوي استاذ جمال. مكان بعيد عن القاب نعرف هذا المشاهدين اكثر وانت غني عن التعريف. مين هو ابو سلطان؟ كيف بدأ انطلاقته ومسيرته العملية؟ تولي بعمرك رجل عادي اسمي جمال الهلالي سلطان. فكونت مجموعة سلطان من بدايتها، من بداية الشركة عقارات، وبالتالي سوينا شركة تخليط معاملات على شركة تحصيل ديون ما تحصيل ديون، واتجهنا في موضوع التجارة انزل كتجارة عامة انزين. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وهالارض الطيبه. صح نعم، الارض الطيبه فضل هالشيوخ وهالارض الطيبه لكل شيء متاح، والبزنس والشغل والتجاره ما عليك الا انك تشتغل بشيء صحيح. صح. وبطريقه صحيحه، فالنجاح للكل ان كان مواطن او كان وافد. مظبوط. فالارض هاي ما شاء الله عليها، يعني خيرها سباقة للجميع. لا تقول التجارة لمواطن شخص أو لوافد، فالحمد لله. كانت انطلاقة قوية من مجموعة شركات سلطان. خبرني أكثر عن بداية تأسيسها في هذه المجموعة، القواعد والأسس اللي وضعتها في إنشاء هذه المجموعة. والله أول شيء المصداقية، ثاني شيء نحن يعني أهم شيء اللي بدينا انه يكون الشغل كعقارات، نبدا كعقارات ان كان بيع وان كان شراء، يكون مصداقيه مع الناس، المعامله الطيبه مع اي كان من زباين او من اشخاص، او المعاملات الثانيه كاشغال ثانيه مثلا عندنا التجاره او تحصيل الديون نفس الشيء، هي المعامله وطريقه التعامل مع الطرف الاخر. جميل. وهنا الحمد لله تكسب ثقة الناس، و مثل ما يقولون التوفيق على ربك سبحانه وتعالى. ونعم بالله. خبرنا أكثر عن الشعبية العالية لمجموعة شركات سلطان، كيف إجت ولوين وصلت؟ يا طويل العمر والله هي الشغلة جت من استمرارية الخبرة واكتساب الخبرة طبعا من بعض المتميزين، فلهذا اختارينا جروب والتيم شاركنا في النجاح من إداري، من مسؤولة، من سكرتيرة، من موظف في المكاتب، والحمد لله هذا الشيء ساعدنا في النجاح وساعدنا في كسب شعبية أكثر الأشخاص اللي متعاملين معنا في هذا المجال، يعني في عدة المجال، يعني كان في مجال العقارات، والله مجال التحصيل الديون عندنا، والله مجال الخدمات العامة. جميل. من مجموعة شركات السلطان طبعاً زي ما احنا زي المشاهدين شايفين على الشاشة الآن، من مكتب محمد، استشارة قانونية، من خدمات رجال أعمال، من تحصيل ديون، من عقارات،
وايضا من الصيانه العامه للباني ومحطه غسيل السيارات والتجاره العامه والدعايه والاعلام تحت الاشراف رجل اعمال الاستاذ جمال من مجموعه شركات سلطان. طبعا استاذ جمال هو الان وصلنا الى رؤيه مستقبليه او نظره مستقبليه للاستاذ جمال من ناحيه شخصيه ومن ناحيه عمليه لمجموعه شركات سلطان، الى اين سوف تكون؟ والله يا طويل العمر هذا سؤال مهم، سؤال حلو جدا يا منك. اول شيء رؤيه مستقبليه بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل شيوخنا الحكام هم ياسين يبنون شيء للمستقبل ويساعدونا نحن كتجار كرواد اعمال كاشخاص موجودين على هالارض ان الرؤيه المستقبليه راح تكون افضل 3 أضعاف و4 اضعاف عن اليوم بفضل الاشياء اللي ياس يقدمونها من تسهيلات. يعني انت ترجع الى قرارات الله يطوله بعمر الشيخ محمد بن زايد، ولا قرارات الشيخ محمد بن راشد والحكام، القرارات التسهيليه، وفي امارات عجمان الشيخ عمار والشيخ حميد الله يحفظهم، يعني عندهم تساهيل لاكثر من الاشياء في دائره الترخيص الاقتصاديه ودائره الاراضي ودائره اكثر الاشياء سهلوها، يعني سهلوها للناس بسبه انه ينجح هذا الشيء وتكون رؤيه المستقبل شيء يعني واحد بفضل الله انه يكون واثق ان سنين ولا ايام الجايه افضل عن اليوم 3 أضعاف. هذا رايتي رايي ان شاء الله تعالى. طبعا من ابناء الوطن احد فرسان التغيير رسالتك للجيل الغد والشباب القادم في موضوع التجاره وموضوع البزنس، رسالتك من احد ابناء الوطن من سعادة رجل اعمال الاستاذ جمال من مجموعه شركات سلطان. رسالتي لشباب الوطن الله يحفظهم، يحفظ الوطن وشيوخه وهلا. رسالتي كالاتي: اجتهد وافتح مخك وركز على شغلك او على الشغله اللي انت تبغى تبدا فيها كعقارات كمثلا معاملات والله كتجاره، ثابر على هذا الشغل وشوف يعني عامه شوف رضا الناس انه كيف اكسب الطرف الاخر في المعامله وفي البزنس، كان حين تجاره والله كان ايا كان مثلا، وثابر في هذا الشيء وتم على شيء مستقيم شيء صح، والتوفيق من الله وكيد يعني يتوافق ونعم ونعم. طبعا لو نرجع لاساس النجاح ايضا استاذ جمال، دوله الامارات العربيه المتحده بين دول العالم اثبتت منظومه نعمه الامن والامان، هذه النعمه ماذا تعني لك من الناحيه الشخصيه والناحيه العمليه؟ وبفضل الله والله يرحمه الشيخ زايد والشيخ راشد هم الاخوان حاكم ابو ظبي وحاكم دبي وجميع الحكام طبعا، وفضلهم ان احنا في دوله امان ما تحصلها في عده دول او اكثر الدول، من يعني بدون استثناء كان دول اوروبيه ولا دول، نعمه الامان وخلوا للمواطن وللوافد عيشوا صح، اشتغلوا طلعوا بزنس في اي شيء وانتم في امان، لا تخالف ما حد يخالفك. انزين فالفضل للشيوخ سهرانين وكرسين وقتهم ليه؟ خدمه هالارض الطيبه الشعب المواطنين والوافدين. فلهذا السبب انت تي في دوله الامارات يقول لك ما في فرق انت مواطن ولا وافد اذا كان انت تمشي صح وانت في موترك ولا انت في بيتك ولا انت في عقارك ولا انت في شركتك. النعمه يعني هذه نعمه الامان، نعمه التساهيل موجوده للكل. ف واحد يشجع الناس حتى برا الامارات ان ايون لهالارض الطيبه يستثمرون ويشتغلون ويفتحون ويسوون، كل شيء في امان، بيته شغله فلوسه في امان، والحكومه الرشيده بقياده الشيوخ الله يحفظهم جميعا ما عليه اي كلام، يعني الحمد لله والشكر، هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى. الله يديمها علينا النعمه وتعم على جميع الدول العربيه والاسلاميه ايضا استاذ جمال.
طبعا هذه نعمل عن ثلاث فرق. أتت فضلي عن تجارب ثم فضل قيادتنا الحكيمة قيادتنا الرشيدة الموجودة هم أساس نجاحنا هم أساس تطورنا أيضا. طبعا كمل شكر أحد أبناء الوطن إلى أبائنا وشيوخنا في دولة الإمارات على ما قدموا لنا من نعمة أمن ومان وبيئة الاستثمار الناجح. أخوي العزيز كلمة شكر هي كلمة بسيطة لمؤسسين دولة الإمارات الله يرحمهم الموتى الشيخ زايد والشيخ راشد الله يرحمه جميع الشيوخ والموجودين الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وجميع الشيوخ والشيخ حميد ولي عهد الشيخ عمار على هالأرض الطيبة جهودهم وتوفير الأمن والأمان في هالأرض وتوفير كل ما يحتاجه المواطن والوافد أيضا في هاي الأرض الطيبة. فشكر جزيل لهم جميعا من قادة من شيوخ من شعب من جميع ما عايش على هالأرض الطيبة. فالشكر للجميع وربي يوفق الجميع. والشكر الكبير لك أيضا سيد جمال أنت أحد أبناء الوطن وأحد الأعمدة الذين دائما وأبدا نفتخر بوجوده بيننا في دولة الإمارات من الأشخاص وفرسان التغيير. طبعا سيد جمال قبل وأنا أتشرف طبعا أكون أحد أولاد هالوطن ولي العز والفخر أن أنا أكون من هالأرض الطيبة وبين هالشعب الطيب وبين جميع الناس اللي موجودين على هالأرض. الله يخليك طوامر طبعا سيد جمال قبل أن دهنا الوقت خبرنا أكثر عن طرق التواصل مع سعادة رجل أعمال أبو سلطان أو مع مجموعة شركات سلطان عن السوشيال ميديا أو أرقام الهواتف. عندي طبعا السوشيال ميديا على الانستغرام جي اي اندرسكور الهلالي وعندي الويب سايت سلطانكو.com وعندي عن طريق السناب شات نفس الاسم جي اي اندرسكور الهلالي هي التواصل اللي موجود انا اتواصل مع الناس او يتواصلوا معي او هذا يعني طرق التواصل والارقام موجوده في الويب سايت وتشرف في الجميع اذا كان يتواصل وياي واتواصل معاه. في نهايه لقائنا كلمة شكر لكل شخص كان مميز بحياتك كان داعم لك منذ البدايات حتى الآن. نعم كلمة شكر شكر شكرا إلى كل من مثلا وقف معي شكر لأب رباني شكر لأم احتضنتني شكر لأخ شكر لصديق شكر لجميع شكر لطاقمكم الطيب لنورين المكان وأخلاقكم الطيبة وهمكم ترفعون من اسم الدولة واسم الإمارات فهذا شيء جميل يعني أنتم تشكرون عليه وأنا أشكركم على هذا الشيء يعني. الله يخليك نعم. شكرا كبير لك من طاقم برنامجنا ومن قناتنا لسعادة رجل أعمال الأستاذ جمال من مجموعة شركة سلطان إحنا شرفنا به ومنشكر في استقبالك رائع لنا في مكتبك الخاص نتمنى لك عبر شاشتنا المزيد من التقدم والازدهار أكثر وأكثر للشرف. شكرا لك. الله يخليك. وإلى هنا أعزائي المشاهدين انتظرونا في حلقة جديدة كما عودناكم ودمتم بأمان الله.